وللحديث عن التعزيزات العسكرية والأمنية التي استقدمت إلى بغداد والإغلاق التام للمنطقة الخضراء بعد مطالبة الميليشيات بمحاكمة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، معنا من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. أستاذ أحمد، مرحبا بك معنا. أهلا، مرحبا، حياكم الله. أهلا بك. كيف تصف الأوضاع في بغداد الآن بعد الحديث عن انتشار مكثف عند المنطقة الخضراء؟ نعم، منذ يوم أمس بالحقيقة يعني فرضت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة ونشرت قطعات من قوات مكافحة الشغب وأيضا سيارات الجيب العسكرية التابعة للجيش العراقي، اتخذت مواقعها في نقاط التفتيش المؤدية إلى المنطقة الخضراء وكذلك المؤدية إلى مناطق الجادرية والكرادة. كما قامت السلطات الحكومية أيضا بإغلاق تام للمنطقة الخضراء ولا تسمح سوى للذين يعملون داخل المنطقة الخضراء أو الذين يحملون الباجات الحكومية بالدخول، بينما منعت السيارات المدنية من الدخول عبر المنطقة الخضراء باتجاه بقية مناطق بغداد. كان من المفترض أن تخرج تظاهرة يوم أمس لأنصار كتلة الفتح وكذلك لأنصار الحشد الشعبي في بغداد رفضا لنتائج الانتخابات بعد أن منيت هذه الأحزاب بخسارة فادحة في الانتخابات. نعم. لكنها أجلت إلى اليوم، وحتى اليوم وحتى هذه اللحظة لم تخرج هذه التظاهرة، ما يشير إلى أنه ربما حدث تدخل من قيادات الفتح من أجل فرض حالة التهدئة وعدم الوصول إلى حالة التصادم مع القوات الحكومية. وهذا هو السؤال الآن، هل تعتقد بالفعل أن الميليشيات يمكن أن تقدم على اقتحام المنطقة الخضراء وبأنها ستقوم بهذه التظاهرات حقا، أم أن هذا يأتي في باب التصريحات الضاغطة لابتزاز مزيد من المواقف بخصوص نتائج الانتخابات؟ لو نظرنا إلى يعني حالة التأهب الأمني الذي تفرضه القوات الأمنية، ربما نخرج بقناعة من أن فعلا هناك تهديدات جدية من قبل هذه الميليشيات، كونها ميليشيات مسلحة وتحمل الهويات الحكومية وتتجول بمركبات عسكرية مصفحة في بغداد ليل نهار، بإمكانها بالتالي أن القيام بالمصادمة مع القوات الأمنية. لذلك القوات الحكومية يعني دخلت في حالة انذار جدي، وهنالك توجيهات للقطاعات العسكرية التي تحمي المنطقة الخضراء باستخدام القوة النارية حال تعرضهم لتهديد من قبل هذه الجماعة. نعم، هذا يأتي أيضا وسط يعني ضجة كبيرة حصلت في مواقع التواصل الاجتماعي من المغردين والناشطين حول التكالب على الكراسي كما وصفوها والمتكالبين عليها من الذين أصبحوا الآن ينادون بضرورة الخروج للحفاظ أو تغيير نتائج الانتخابات، الخروج بالتظاهرات أعني، بينما عندما كان المتظاهرون يخرجون كانت كل القوى تقف ضدهم مع الأسف. نعم، بالفعل يعني قلناها ونقولها مرة أخرى، سبحان مغير الأحوال، فهذه الأحزاب عندما كانت تنكر على متظاهري تشرين الخروج بتظاهرات وقطع الشوارع وحرق الإطارات كانوا يصفونهم بأنهم جوكرية وبأنهم تابعين للسفارات وبأنهم مخربين. اليوم نشاهد بأن هذه الميليشيات التي هي بنفسها وضعت قانون الانتخابات وهي بنفسها رشحت هذه الحكومة الحالية وهي بنفسها باركت الانتخابات، نشاهدها تعترض على نتائج الانتخابات وتتجه إلى ما كانت تنكره سابقا على المتظاهرين، تتجه إلى التظاهر وتتجه إلى عمليات قطع الشوارع وحرق الإطارات، لأن في الحقيقة يعني هذا الموضوع يعني هذه الأفعال
جاءت من أجل الدفاع عن مصالحهم وعن نعم. امتيازاتهم التي ربما سوف يخسروها إذا ما استمر الشارع العراقي برفض هذه الميليشيات، ولأنه يعني اتضح بما لا يقبل الشك بأن هذه الميليشيات إنما هي ميليشيات ولاؤها لغير العراق، وأنهكت البلاد وأنهكت العباد بما تمارسه من عمليات بطش وفساد كبير تحت سلطة السلاح وبمباركة رجال دين الأسد. أشكرك جزيلا الأستاذ أحمد الجميلي صحفي من بغداد.